الخبرات الأربعة أو كيف التدرجات الواحد بيعملها، بس منعيدهم هيك بشكل سريع. المنطقة الأولى والخبرة الأولى لما يكون الإنسان بحب عمله، بحب الشغلة وبقوم فيها، وبتكون منيحة لإله، منيحة لعيلته، ومنيحة للمجتمع ككل اللي موجود فيه. الخبرة الثانية اللي هي هو ما بشعر إن هاي، بشعرش بشي منيح إنه هو عم بيعملها، ولكنها منيحة إله ومنيحة لأهله ومنيحة للمجتمع اللي حواليه. وقلنا كمان عن المرحلة الثالثة اللي هي بيشعر بكتير حب لأنه يعمل هاي الشغلة، ولكن عاطلة إله وعاطلة لأهل بيته وعاطلة للمجتمع اللي هو فيه. المرحلة الأخيرة اليوم اللي هي، والناس بتدخل في هاي التجارب، اللي هي شعور ما منيح إله وما منيح لأهل بيته أو للمقربين منه وما منيح للمجتمع تبعه.